محطتنا التالية رح نروح فيها لريشة الفن والإبداع، هي حكاية حب مو بس بالحياة وأيضا بالفن. رح نكون مع فنانين حلبيين أسماء إلى وقع بالفن التشكيلي، وأكيد لما بدنا نحكي عن الفن الشاب التشكيلي بحلب ما فينا ما نذكر اسم الفنان التشكيلي محمد زيدان اللي كان له أثر كبير، وأيضا لوالده اللي النحات عثمان زيدان كان له أثر كبير بحياته الفنية. حكاية ترجمها لعدد كبير من الأعمال، وكان ضيف بصباحنا غير بمعارض متعددة على شاشة الإخبارية من خلال تنقله عبر محافظات سوريا لينقل بفنه رسالة فنية مميزة. صحيح سلمى، محمد له شريكة وهي صبا عزيزة، يحتل الفن التشكيلي جزء وحصة من قلبها رغم دراستها تصميم الديكور الداخلي، وقدرت تعبر عن تفاصيل الحياة بلمستها الأنثوية الخاصة. ضيوفنا لليوم حلبيين بامتياز، وهو الفنان التشكيلي محمد زيدان وزوجته الفنانة التشكيلية صبا عزيزي. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا فيكم. صباح الخير، صباحنا اليوم بالحلبي مثل ما بيقولوا. دائما محمد بنلتقيك لما بكون مشارك باحد المعارض الكبيره بالشام او بمحافظات اخرى، اليوم انت ضيفنا ونحن ضيوفكم بحلب. نورتوا حلب واهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا باهلا. اهلا وسهلا فيك يا صبا. يعني خلينا نبدا من حكايه الفن المزدوجه اللي جمعتكم مع بعض. سؤال حلو كثير. بداية العلاقة اللي ربطتني مع صبا هي علاقة فنية كانت في البداية، وكنا أصدقاء وكانت تزور مرسمي ونشتغل بأعمال فنية مشتركة. تحولت الصداقة لعلاقة حب واستمرت لتكللت بالزواج، وحاليا عم نعمل لوحة مشتركة خلينا نسميها، وإن كان كل لوحة على حدة، ففي في شيء مشترك ان كان بشيء الحسي ان كان بالحاله اللي دائما موجوده مع بعض، ففي تاثيرات دائما. فان شاء الله نقدر نكون ونعمل هيك مثل ما بيقولوا بيت فني جميل. يعني صبا، لما نحكي نحن عن عائله فنيه واهتمامات مشتركه بين الزوجين دائما بيكون في هي حاله يمكن التشاركيه. خلينا نحكي عن تاخذي رايه لمحمد بلوحاتك، قديش بياثر يمكن على النمط اللي بتستخدميه؟ هلا بالنسبة لي بعتبر حالي محظوظة اني تزوجت من فنان تشكيلي، لاني بالنسبة لي محمد هو الدعم الحقيقي والاول لي من اللحظة اللي تعرفت فيها عليه. هذا الشيء اكيد بيساعدني لانه نستمر ونتشارك ونتقاسم كثير اراء واحاديث مشتركة. هذا الشيء اكيد بيسهل علينا وبيساعدنا انه دائما نكون عم نعمل لوحة حلوة وهيك. اكيد محمد، اليوم نحن شوي هيك عم نحكي عن الفن الحلبي، متحيزين له اليوم، نحن متحيزين للفن الحلبي مثل ما بيقولوا هيك بالعاميه، نحن دايسين بصادكم. خلينا نحكي شوي اليوم عن المعارض اللي اقيمت بحلب. سنين من الحرب طويله مرت فيها، ولكن شفنا معارض كانوا الفنانين ينزلوا ويشاركوا بالمحافظات، وثلاث سنين من التحرير دائما سنويا وشهريا في معارض متعدده. نحكي شوي عن الحركه الفنيه. بداية بالنسبة لمدينة حلب، في ظل الأزمة الحركة الثقافية وبين قوسين التشكيل ما انقطعت. هذا شيء كثير أنا كنت سعيد وفرح فيه جدا. صار في حالة ركود، هذا شيء طبيعي، ولكن أنا بعتبره نصر لما كنت أحضر معرض مشترك أو جماعي بكل سوريا طبعا، بس ولكن بين قوسين مدينة حلب، لأنه هي مثل ما بنعرف كلياتنا عانت جدا. ووجود فنان عم بيعمل لوحة ضمن جاليري أو صالة ثقافية، فهذا أنا بعتبره بحد ذاته نصر لأي حدا. فالفن التشكيلي ما دام ما زال قائم لوقتنا الحالي، من أسبوع بمرحلة أيام التشكيل السوري حاليا كان في لي مشاركة هون في مدينة حلب. هلأ شوي تاني بنحكي عنها، بس المشاركات بيتي ما انقطعت ان كان بالعاصمه دمشق او بمدينه حلب. في كثير من الفنانين التشكيليين كثير ساهموا ببناء الحركه التشكيليه، ما كان هدفهم اي شيء مادي، وانما كان رفع سويه الفن التشكيلي وما تنحدر بظل هي الازمه. نعم.
اكيد بدنا نتوجه لصبا اكيد بالسؤال. مشاركاتك كانت ضمن معارض جماعيه، خلينا نحكي عن هي المشاركات، شو ابرزها كان وما عم تطمحي او تخططي لمعرضك الفني الفردي؟ اكيد هلا شاركت بمعرض عدة، اخرها واهمها كان المعرض الجماعي اللي اقيم بدار الاوبرا بدمشق. جاءتني دعوة من الفنانة التشكيلية لينا رزق، عضو بجمعية شموع السلام. بالحقيقة كانت مشاركة حلوة، فيها تنوع فني ثقافي جميل وتجمع لعدد كبير من الفنانين، وأكيد بطمح لأني أقدم أكثر أشياء وأعمل بصمة خاصة فيني لأعمل معرض ممكن خاص بالمرحلة القادمة. يعني نحن اليوم لما بنحكي عن الفن ما فينا ما نتحيز هيك للوحاتكم ورسوماتكم، يعني اكيد الحديث بيطول عن المعارض الفنيه والحركه الفنيه، ايضا خلينا هيك اليوم كل ضيف من ضيوفنا عم نحكي معه وناخذ منه شيء خاص عن مدينته عن حلب. نحن بالذكرى الثالثه لتحرير حلب، قد ايه بيعني لكم؟ قد ايه شايفين حلب كمان وانتم عم تلمسوها خلال تواجدكم بمدينه حلب عم بتصير افضل وافضل عام بعد عام؟ الجميل بالموضوع انا ابن مدينه حلب، ولما بغادر مدينه حلب بغادرها مثل ما بتعرفي معارض ضمن نشاط فني معارض وبرجع لهي المدينه. اذا حبيتي تعرفي شيء عن هي المدينه، مو لانه حلبي بس مثل ما بيقولوا كالعنقاء التي تخرج من الرماد او تنفض الغبار عنها. فانا مبسوط خلال السنتين الاخيرات، انا بحكي على الصعيد الشخصي من خلال مسامي، صارت في ناس عم تجي من برا بتحكي معي مثلا على دورات للرسم، بعرفهم انا مسافرين برات البلد، فهن في كثير من الاشخاص اللي تفاجأت انه هي رجعت لهي المدينه. نعم. الدورات بشكل خاص انا عم بحكي عنها وذكرتها، حسستني انه لسه هي البدايه او هي خطوه كثير جيده لهذا البلد اللي انه عم بدات تتحرك بهي الفتره بالذات. برجع بعيد وبحكي عن النشاطات الثقافيه، عم بلاقي جمهرة ما كانت موجودة بالثلاث سنين السابقة. هذا الشيء ببشر خير، أنا فيني أقول يعني في شيء بيشبه هاي الشمس هلأ أنا عم شوفها. إن شاء الله إن شاء الله الوضع القادم للأفضل إن شاء الله يا رب. يعني حابين قبل ما نختم نعرف شو مشاريعكم المستقبلية وشو عم تحضروا؟ أكيد بلش معكم، تفضلي سبا. عم نحضر حاليا لمعرض مشترك أنا ومحمد، معرض مهم ومميز جدا، حابين ان شاء الله يكون بدمشق تحت رعاية كريمة، واكيد رح نعلن عنه قريبا فور انتهائنا من الاعمال اللي عم نشتغل عليها، واكيد بنتمنى التوفيق والنجاح للمعرض ان شاء الله. لا قائمين على معرض ان شاء الله تحت رعاية كثير حقيقية فينا نقول بدمشق. اكيد يعني التجربه الفنيه هي تجربه مميزه، يمكن كل فنان حلبي له خط معين بيرسمه. دائما بنشوف بلوحاتك الانثى، ودائما كنت حتى ترمز لحلب لما كانت جريحه بالانثى المنتفضه اللي عادت من جديد. صبا كمان لك لوحات مميزه، خلينا نحكي شوي عن هي الرمزيه باعمالك، ليش دائما الفنان بيبحث عن رمز معين بيكون موجود يمكن تيمة مثل ما بيقولوا بأعمال كتير، هل المرأة بشكل عام وحلب هي ضمن رمزيتك الفنية؟ تماما. أي شيء الفنان دائما بياخذ مفردة وبيشتغل عليها وبيحاول يطورها. أنا اشتغلت على الأنثى كتير، اشتغلت بحالة الرقص، طرحتها بكتير مشاهد بصرية من خلال اللوحة. دائما كان طابع الدلالات اللونيه او حركه الانثى كان بآلية الرقص كان فيها شيء من الحزن، فيها شيء من الشجن خليني اسميه، لانه الرقص ما دائما بيعبر عن الفرح، بيعبر عن اشياء تعبيريه فيها دراما.
فهذا الواقع أو المشهد البصري اللي أنا كنت بشوفه بهي المدينة، فكان ينعكس على أغلب أعمالي ضمن الرموز الأثرية اللي كنت دخلها بهي المفردة. طبعاً تعرف الأستاذة سلمى اشتغلت كثير عن التصوف، اشتغلت حتى التصوف أنا دخلت مو سلمى وأنا كمان بعرف كمان تستميلي. يعني كنت ضيفنا دائماً بصباحنا غير بالشام. تستميلي يا رب. حتى الدرويش أو المولوي أنا دخلت معه الأنسة بهاي هذا العناق الروحي اللي بيعبر عن هاي المدينة بالذات. فأنا كنت متحيز عن هاي المدينة، رسمت القلعة كتير، رسمت أحجار حلب كتير، لامستني هاي المشاهد البصرية اللي عم تشوفوها هلأ بمدينة حلب، لامستني بالمشهد السمعي والبصري أكيد. يعني دائما مثل ما بنقول بنراهن على الإرادة الحلبية، وما بعرفكم إذا الحلبيين هن عندهم الحس أو الهمة العالية يترجموا كل تفاصيل حلب ويخلدوها إما بأعمالنا الفنية. يعني بدنا نشكركم كثير لوجودكم معنا.